في البداية أرحب بضيف العزيز ضيف الفقرة الأولى الأستاذ الدكتور عادل أبو طالب أستاذ المسالك البولية بكلية الطب جامعة بنها. مرحبا بكم أهلا وسهلا. دكتور عادل. في البداية قلنا بأن مجرى البول يبدأ من الكليتين، فالحالب، فالمثانة، فالقناة الخارجية. حدثني بداية عن الوضع التشريحي، وربما يكون في ذلك ما ينبئ باختلاف نسب الإصابة أو مصدر الإصابة بالتهابات مجرى البول من مكان إلى آخر. ماشي. هو أنا هتكلم عن ظاهرة أو عرض مرضي شائع مشترك في جميع أعضاء المسالك البولية. هو زي ما حضرتك قلت، المسالك البولية بتبدأ بالكلية اللي هي بتفرز البول، وبعدين البول بيمشي من الكلية لتحت عن طريق الحالب، أنبوبة طويلة بتاع 17 20 سنتي، نعم. وبعدين الحالب ده بيصب في المثانة. المثانة دي بتخزن البول لحد مثلا ما يصل الى 300 سنتي او حاجة زي كده، فالانسان بيحس بانه عايز يتبول، يروح يتبول عن طريق البول، بيمشي عن طريق مجرى البول اللي هو بيبقى في العضو الذكري للرجل، او بيخرج في مجرى البول القصير اللي هو 1.5 سنتي في المرأة. تمام. يعني ده المسرى بتاع البول. إنما النهاية بقى زي ما حضرتك قلت، في مجرى البول وفتحة مجرى البول. طب لنأخذ المداخلة التليفونية الأولى معنا من الفيوم. أستاذ أحمد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام السلام ورحمة الله. ورحمة. أهلا وسهلا. ممكن أكلم الدكتور؟ تفضل يا أستاذ أتفضل. أحمد. أهلا وسهلا. يا دكتور حضرتك، أنا كشفت قال لي أنت عندك التهاب في البروستاتا. أنا عندي المية بتحرقني يا دكتور، وأنا عندي 22 سنة. فطبعا أنا جبت علاج بس مش عامل أي يعني مش عامل أي نتيجة. هو حضرتك متزوج ولا أعزب؟ لا أعزب يا دكتور. بتمارس العادة السرية؟ يا دكتور بمارسها بس أنا لغيتها بقالي شهر. وبمعدل قد ايه؟ يعني كنت بتمارسها بمعدل قد ايه؟ انا كنت كل اسبوع مره او مرتين، وبعد كده بقت يوميا، وبعد كده لغيتها خالص. هي اليوميا دي مش كويسة، وهو اساسا الاسبوع برضو ده مش كويس، انما يعني ممكن نقبله لان ده بيعمل احتقان في البروستاتا، لانك يعني انت يعني الاثاره الجنسيه بتتعب البروستاتا وبتخليها يحصل فيها احتقانات. الاحتقانات دي بتعمل اعراض كتيره، منها حرقان البول، منها صعوبه في التبول، فمنها كثرة مرات التبول. يعني هو المفروض انت تتبول 4 5 مرات مثلا في النهار، هتبص تلاقيك بتتبول اكتر، بتتبول 10 مرات، في بيتبولوا 10 و20. نعم. وبرضو انت لما بتنام المفروض ما تقومش تتبول، فبص تلاقي ان المريض او اللي هو بيمارس العاده دي بكثره، خصوصا انت بتقول في الاخر بقيت بتعمل كل يوم، دي كثره رهيبه، تمام. فده برضو هتخليك تتبول بالليل. المفروض ما تقومش بالليل خالص تتبول. تمام. هنيجي بقى العاده السريه. طب انت بتعمل العاده السريه ليه؟ عشان في اثاره جنسيه. يبقى اذا تبص للاثاره الجنسيه وتقطعها من الاول وتمتنع نعم. عنها، يعني تمتنع عن الاثاره الجنسيه وكل ما يؤدي الى الاثاره الجنسيه. تمام. بس ادي الموضوع. فمهما خدت دواء، يعني ما تفتكرش ان الدواء سحر، يعني احنا لازم في الاول نمنع المصدر بتاع الالتهاب، وبعد كده نساعد بقى بالأدوية. تمام. فما تعتمدش على الدواء اعتمادا كليا يعني. تمام.
تمام دكتور. يعني قبل هذه المداخلة التلفزيونية كنا نتحدث عن التهابات مجرى البول، وقلت مشكورا فيما يخص ديناميكية التبول وكمية البول الواجب إخراجها يوميا، وهذا يستلزم شرب كمية من السوائل وطبيعة عمل الكلياتين. صح. هو انا بس حبيت يعني اشرح ان في العامل المشترك في امراض المسالك البوليه في حرقان البول. تمام يعني حرقان البول ده ممكن يجي من اي حاجه في اعضاء الجهاز البولي. تمام ليه؟ نفرض ان في التهاب في الكليه مثلا. التهاب الكلية ده مش لو طول مش هينحصر في الكلية، تمام هيبتدي ينزل في الحالب ويبتدي ينزل في المثانة ويبتدي ينزل في مجرى البول، فيبقى الجهاز البولي كله فيه التهاب. تمام يبقى إذن هذا الالتهاب والميكروبات موجودة والمكونات بتاعة الالتهاب موجودة، فهنبص نلاقيها إنها تعمل حرقان في أثناء مرور البول للغشاء اللي هو بيبطن مجرى البول، وخصوصا فتحة مجرى البول الخارجية تمام سواء في الرجل أو في المرأة. تمام يبقى دي حاجة من ده. في حاجات تانية كمان بقى، يعني إذا أي حاجة في الكلية ممكن إنها تنقلب إلى حرقان في البول. في الحالب نفرض إن في حصاوي في منتصف الحالب الأسفل يعني قريب من مجرى البول، تمام هنبص نلاقي إن ده هيأثر ويعمل انعكاسات ووجع أثناء التبول، تمام وإحنا مش عارفين، يعني نعتقد إن ده جاي من حاجة في مجرى البول. لا، تمام مش شرط يكون في مجرى البول أبدا. كمان في المثانة برضو لو حصل في المثانة نفس الحكاية، ممكن انها تعمل تسمع الى حرقان في البول في اثناء التبول. طيب دكتور، يعني هنا معنا مداخلة تليفونية من المانيا، لكنني اود ان استفسر عن يعني حالة حرقان البول في بداياته هل تختلف عن نهايته، وما هي الفروق؟ يعني لان هذه الشكوى ربما تكون مختلفة في كلتا الحالتين. حنان من المانيا مداخلة تليفونية، تفضلي حنان. حنان الو، السلام تفضلي عليكم. يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور؟ تفضلي يا فندم. دكتور عادل معاك. انا اختي يا دكتور عندها 19 سنة وعندها بول لا إرادي. عندها ايه؟ تبول لا إرادي. كويس. تبول لا إرادي، وخدت علاج يا دكتور وما مشيتش عليه. طيب تبول لا إرادي نهار ولا ليل؟ لا، الليل يا دكتور. ليل بس؟ ايوه. السن كام حضرتك؟ السن 19 سنة. 19 سنة، بمعدل قد ايه في الأسبوع؟ كل يوم يا دكتور. يوميا؟ أيوة. الدنيا ما قفلتش ولا يعني على طول كده يعني من ساعة الولادة ولا كانت اتحسنت وبعد كده رجعت تاني؟ لا ده وهي لأن هو المفروض إنها تمسك البول بداية من 5 سنين. يا يعني دكتور التبول الإرادي ده معاها يعني حوالي سنتين. جديدة. يعني جديد. كانت في الأول كويسة. أيوه. طيب ماشي. شكرا. يعني ده اسمه تبول لا إرادي ثانوي مش أول. تمام شكرا يا حنان. دكتور يبقى لازم في أسباب، يعني ما فيش حاجة اسمها لو كانت، لأن هو المفروض إن التبول يبقى إرادي بعد سن 5 سنين. تمام. ما يعملش بالليل، إنما دلوقتي أنت بتقولي إن هي بقت كانت كويسة لحد سنتين فاتوا، يبقى دي حاجة كويسة قوي. دي معناها ان الجهاز البولي والمكونات بتاعته اللي هي بتقفل البول سليمة، والعضلات سليمة، والأعصاب سليمة. نيجي بقى ايه اللي حصل بقى في السنتين اللي فاتوا، يبقى لازم حصل حاجة، مرض من الأمراض، يبقى لابد من فحصها فحص جيد. تفحص الجهاز البولي كله عن طريق الأشعاعات. عندنا يعني أسهل أشعة دلوقتي بتتعمل. تمام. أو أشعة أولية هي الأشعة بالموجات فوق الصوتية. كويس. دي أول حاجة.
هتبين لنا البطن والحوض. هتبين على البطن والحوض. تمام. هتبين لنا اولا الجهاز البولي اذا كان في حاجه في الكليه عامله التهاب، حاجه في الحالب، حاجه في المثانه، اي حاجه غير طبيعيه في الجهاز البولي ممكن تؤدي الى الشكوى بتاعتها. فلا بد من اننا نطلع السبب. ما نفعتش الموجات الصوتيه او ما طلعتش حاجه او طلعت سلبيه ما نسكتش برضه. نعمل الاشعاعات اللي من بعديها اللي هي الاشعه المقطعيه. تمام. دي بتبين اكتر. الحاجات اللي ما بتبانش في الموجات الصوتيه هتبان في الاشعه المقطعيه. هو احنا ما بنلقاش المقطعيه مباشره، ليه؟ لانها غاليه لا اكثر ولا اقل. فبدل ما يعني ما نرهق المريض بنبتدي بالحاجات البسيطه المخففه اللي هي الموجات الصوتيه. تمام. نشوف السبب ايه ويعالج هذا السبب. تحليل البول هل يفيد؟ تحليل البول هذا تحليل بول بقى، وربما مزرعه لو جد نسبه صديد ومزرعه واشعاعات لان طب متى تتوقع دكتور في فتاه 19 عام كانت يعني يعتبر سليمه لكن اخر عامين حدث موضوع التبول الارادي؟ لا ده ماذا تتوقع او اكثر الاسباب التي ربما تفد الى؟ اولا من ضمن اهم سبب وانا يعني تكتوز حاجه نفسيه دي. لو طلعت كل الفحوصات سليمه تمام تبقى حاجه نفسيه، في حاجه حصلت اثرت عليها نفسيا فبتتبول بالليل. تمام تمام. يبقى دي مهمه جدا الحكايه دي. تمام دكتور. جزئيات غير بقى في نقطه يعني بالنسبه للحريم بالذات ممكن يكون الجهاز التناسلي له تاثير عليها في الحريم. بس هذا يكون في مع المالتي بار او السيدات التي عندنا كثيرا. لا لا ده بالعكس. نعم. ما نفس الحكايه يعني. لا اقصد فيما يخص ما يطلق عليه سقوط الرحم او اسهال البدن لدى بعض المترادفات، او ان يكون هناك ما يضغط على المثانه. لا ده مجرد التهاب في المهبل او في المبايض ممكن قوي انه يعمل كده. ليه؟ لان الجهاز التناسلي بتاع المراه لازق في المثانه. تمام. فأي خلل فيه، أي خلل فيه، أي نوع خلل في الجهاز التناسلي للمرأة ممكن إن هو يؤدي إلى تبول لا إرادي بالليل. فدي المتصلة بسمة من الإسكندرية. بسمة اتفضلي. أستاذة بسمة. ألو. يا أهلا وسهلا يا بسمة اتفضلي. اتفضلي يا فندم حضرتك على الهواء. سمعت اخويا عنده 25 سنه متجوز بقاله سنتين، عمل التحاليل ما لقيش حيوانات منويه، ففي دكتور قال له انت تخش، وعمل تحاليل الهرمونات فلاقي حيوانات منويه في الدم في الخصيه، وفي دكتور قال له خش على الحقن مجهري، وفي دكتور تاني قال له لا هعمل لك عمليه جراحه اشوفها متليفه ولا لا. قصدك ياخد عينه يعني؟ ياخد عينه من الخصي. طيب ولو لقيتها متليفه انت مالكش علاج ان انت تعمل حقن مجهري، واحنا خايفين من العمليه. طب الاول بس هو انتوا عرفتوا ازاي في حيوانات منويه في الخصيه من غير ما تاخد عينه؟ هو بيقول له في الدم تحاليل الهرمونات في الدم، بيقول له انت فيها موجوده، في دكتور قال له هتلاقي فيها لو عملت عمليات انابيب، ودكتور ثاني قال لا انا هفتحها واشوفها متليفه ولا لا، لو لقيتهاش متليفه هديك علاج، ولو لقيت فيها حيوانات منويه هحطها لك هجمدها لك. فاحنا خايفين من العمليه، فهل العمليه صح ولا نخش على؟ شوف انا اقول لك اللي تعمليه ايه بالظبط. اولا لازم تتاكدي انك انت ما فيش حاجه قافله تمنع الحمل اساسا قبل ما ايه؟ قبل ما نخش عليه هو، لان دلوقتي هو عنده مشكله. خلاص احنا عارفين ان عنده مشكله. فقبل ما نخش بقى في المشاكل بتاعته لازم نتأكد في الأول إن الطرف الآخر سليم 100%. كويس. إحنا نتأكد بالشكل ده. تمام. دي أول حاجة. تاني حاجة حضرتك بتقولي مفيش حيوانات منوية في السائل المنوي.
او الحيوانات المنويه غير صحيه، غير يعني غير هو حسب كلامك بتقول غير موجوده. والله هو غير موجوده، وحتى لو كانت موجوده انما وحشه، يبقى في الحاله دي هنتخذ الخطوه التاليه اللي هي ايه، اللي هو زي اللي قالوا لك ان تاخد عينه من الخصيه دي لابد منها. تمام. ليه؟ لان ممكن قوي ان الحيوانات المنويه تبقى قليله، بحيث انها مش يعني ما فيش زياده انها تطلع عن طريق الانابيب اللي توصل للبروستاتا والمجرى البول وتنزل مع السائل المنوي. فجايز قوي تكون موجوده في الخصيه بس قليله طبعا جدا، او السكه مقفوله، او السكه مقفوله، ده يبقى ايه موضوع تاني. تمام. يعني بس عشان بس ربما يعني لم نسالها على اذا كان اجرى تدخلات جراحيه في منطقه الحوض او شيء من هذا القبيل. هنشوف الخصيه فيها ولا ما فيهاش. تمام. بعد كده هندور بقى على الاسباب ليه ما وصلتش. لكن جزئيه يا فندم ان يتم اخذ الحيوانات المنويه ويعني حفظها في بنوك الامشاج يعني دي الجزئيه. انا كنت لسه هقول لحضرتك الكلام ده، ان هو ما تتعملش العمليه الا في مستشفى ايوه فيها بنوك بتحفظ المكونات بتاعه الخصل. تمام. يعني دلوقتي انا هفتح الخصل وهي عمليه بسيطه قوي وهايفه قوي. تمام. وهطلع عينه من الخصل، افرضي لقيت فيه حيوانات منويه، انا الحق احفظها في بنك الحيوانات المنويه. تمام. مش كل المستشفيات فيها هذا البنك، فلازم تتعمل العمليه في مستشفى فيها هذا البنك. ليه؟ لان ممكن قوي ان ما يكونش فيه غير هذه الحيوانات المنويه اللي احنا طلعناها في العمليه، وبعد كده ما يبقاش فيه، ودي فرصه مش ربما لا تتكرر، يعني جايز لا تتكرر ومش هيبقى موجود فيها بعد كده. تمام. فاحنا تمام. عشان نستغل العمليه لازم تبقى في بنك، لان الحيوانات المنويه ما نقدرش نحتفظ بيها بره كده في الهواء. تمام تمام. بتبوظ، فلازم تحفظ في ثلاجات خاصه درجه حرارتها ناقص عشرات الدرجات. تمام. دكتور مداخله تليفونيه اخيره في هذه الفقره، الاستاذه هند من بني سويف، اتفضلي هند. هند. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذنك علي صوتك. هكلم الدكتور لو سمحت. اتفضلي يا فندم. دكتور عادل معاك. يا دكتور لو سمحت، انا عندي 22 سنه ومتجوزه بقالي سنتين. كام يا فندم؟ انا كام سنه؟ كذا و40؟ لا عندي 22 سنه. 22 سنه. 22 كويس. ومتجوزه بقالي سنتين. تمام. فكنت حامل فقدت 3 مرات قبل كده، فدلوقتي انا حامل شهرين. تمام. يعني دلوقتي اثناء الحمل دلوقتي انا يعني عندي في الليل بيحصل عندي تباوض كتير، يعني بدخل الحمام كتير. تمام. يعني هي حامل دلوقتي؟ شهرين. تمام. فبيحصل عندي حرقان برضو اثناء الحمام واثناء المعاشره. تمام. بس حضرتك شكرا جزيلا. عارفه يعني هو ده سبب ايه؟ شكرا. هو سؤال مركب، عندها قبل الحمل ما كانش فيه الكلام ده؟ يعني قبل الحمل قطع الاتصال. ما كنتيش دكتور قطع الاتصال، لكنها متزوجه منذ عامين، هناك سقط لمده 3 مرات متكرره، هي حامل في الشهر الثاني، هناك مشكله انها بتتبول كتير، بتتبول كتير ليلا حسب كلامها، وان هناك حرقان اثناء العلاقه او اثناء التبول. انا عايز اشوف الاول، يعني هل قبل الحمل ما كانتش بتشتكي بهذه الشكوى؟ هو قطع الاتصال، لكن طالما انها سالت تحدث عن شكوى جديده. ما انا بقول بقى، اذا كان قبل الحمل ما بتشتكيش بحاجه، يبقى معناها ان حصل اولا الحمل لوحده ممكن ان هو يؤدي الى كثره التبول. لان الرحم بيكبر وبيبقى فيه حاجات جديده يعني في قلبيه. طيب. فممكن هو الرحم باللي فيه يضغطوا على المثانه فيخلوها تفضي شويه البول اللي فيها او البول، يعني طيب. ما تستناش
لحد ما البول مثلا يملاها الى الحد المسموح بيه. يبقى تمام. دي اول حاجة ممكن اوي طبيعي اوي هو ده. وممكن اوي يكون حصل التهاب. ففي الحالات دي نحلل البول. تمام. اذا في التهاب هنعالج الالتهاب طبعا بالمضادات الحيوية. اذا البول سليم يبقى اذا الرحم هو اللي ضاغط على المثانة. تمام. وفي الحالة دي تحاول بقدر الامكان انك تنامي على ظهرك بقدر الامكان. استاذ دكتور عادل ابو طالب، نؤكد على انه في ختام هذه الحلقه حال وجود مشكله فيما يخص الحرقان البول او التهابات مجرى البول، هناك فحوصات من السهوله بمكان ان تتم فيما يخص الاشعه التلفزيونيه على البطن والحوض، تحليل البول الروتيني، والاهم والابرز والاجمل الذهاب الى الطبيب. تمام. شكرا جزيلا دكتور عادل.